بسم الله الرحمن الرحيم. ما كنز عظيم من كنوز السنة لا يعلمه أكثر الناس. روى الإمام الحافظ العراقي بسنده من حديث أنس بن مالك إلى رسول أرفعه إلى رسول صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي تعدل بعشرة آلاف صلاة، وصلاة في المسجد الحرام تعدل بمئة ألف صلاة، وصلاة في أرض الرباط تعدل بألفي ألف صلاة، والأرض وخير من ذلك كله الركعتان يصليهما العبد في جوف الليل لا يريد بهما إلا وجه الله سبحانه وتعالى. حديثنا معنى إيه؟ معنى أنت لو صليت ركعتين قبل صلاة الفجر، ما هو وقت السحر بيبقى آخر ساعتين أو ثلاث ساعات من قبل صلاة الفجر، اقسم عدد الساعات من صلاة المغرب لغاية صلاة الفجر على ثلاثة عشان تعرف التت الأخير من الليل بيبدأ إمتى. ركعتين تصليهم، شوف الحديث بيقول إيه، وصلاة في أرض الرباط يعني أرض المعركة تعدل بألفي ألف صلاة يعني 2 مليون صلاة، والأفضل والخير من ذلك كله ركعتين يصليهم المؤمن في جوف الليل. يعني ركعتين صليهم في جوف الليل افضل من 2 مليون ركعه. طب بالله عليك، في انسان عاقل يضيع هذا الثواب؟ في انسان عاقل يضيع هذا الثواب؟ الحديث ده له شاهد يقويه، رواه ابن ابي الدنيا من حديث علي بن ابي طالب: ان في الجنه لشجره يقال لها طوبه، يخرج منها حلل صفراء وبيضاء، ويخرج منها خيول ذهبيه مسرجه بالدر والياقوت، لا تبول ولا تغوط خطوها مد البصر، لها أجنحة يطير بها أهل الجنة حيث يشاءون. فيقول أهل الدرجات الأدنى: يا رب بما بلغ عبادك هذه الكرامة. في رواية أخرى: أعطيت عبادك ما لم تعطنا. فيقول رب العالمين: إنهم كانوا يصلون بالليل وكنتم تنامون، إنهم كانوا يصومون وكنتم تأكلون، إنهم كانوا يتصدقون وكنتم تبخلون، إنهم كانوا يقاتلون وكنتم تجبنون. شوف بقى الحديث، أول حاجة ربنا بيعيرهم، بيعير أهل الدرجات الأدنى في الجنة لما وصلوش للفردوس الأعلى، يقول: يا رب تديت عبادك دول خيول من الذهب الخالص مسرجة بالدر والياقوت، بتطير بسرعة أكتر بكتير من سرعة البرق، ده دليل على اتساع رقعتهم في الجنة، ما اديتناش ليه؟ فربنا بيعيرهم، بيقول لهم: دول كانوا بيصلوا بالليل كنتوا بتناموا، دول كانوا بيصوموا اثنين وخميس كنتوا بتناموا، كانوا يتصدقون وكنتم تبخلون، كانوا يقاتلون وكنتم تجبنون. طب بالله عليكم، ده احنا ما فيش قتال دلوقتي، يعني فضلناش غير الثلاثة التانيين نضيعهم؟ يبقى لازم يكون لك ورد من الصيام، ولازم يكون لك ورد من الصيام. يبقى شوف وريك الصلاة، يبقى انت لو صليت ركعتين بالليل في ثلث الليل في غرفة مغلقة محدش يشوفك، أحسن ما تصلي 20 ركعة في صحن الكعبة في الحرم أمام عشرات الألوف من الناس، اللي ده أدعى إلى العجب والرياء. فيا ريت يا ريت ما نضيعش الفرصة العظيمة دي، واتقي الله وصلي يا أخي بس لو ركعتين بس، ركعتين بس في الثلث الاخير من الليل، ركعتين بس قبل صلاه الفجر. انت كده كده لو بتصلي الفجر حاضر، اصحى قبلها بربع ساعه، ربع ساعه بس تصلي ركعتين، الركعتين دول احسن ما تصلي 20 30 ركعه ولا 100 ركعه بعد العشاء. فيا ريت يعني ما نضيعش هذا الثواب العظيم وهذه الفرصه العظيمه. قولي هذا، استغفر الله العظيم.